طيب الامر الاخر، يعني انا مريض بمجرد ان انا اقلع هدومي يعني والبس ملابس الاحرام، عندي حساسيه من البرد فبتعب يعني. اطعم 6 مساكين. فانا ما يعني هل يجوز ان انا البس ملابس داخليه مثلا؟ ايوه اطعم 6 مساكين. تمام. يعني ان انا البس، ممكن البس حاجه تقيله من تحت واطعم، يعني البس مخيط واطعم 6 مساكين. اي نعم. طيب حضرتك لو لبست 2 احرام يعني فيها حاجه؟ لا ما في مشكله، يعني بدل الازار ازارين وبدل الرداء رداءين لا باس.